سيدي الكريم، صحيح معدل الإقبال دون المستوى المطلوب، وهذا أمر لا يخفى وصرحت به وزارة الصحة. لكن في نفس الوقت إذا تابعنا الأيام الماضية راح نشوف أنه أكو تصاعد، وأحيانا التصاعد يكون كل يوم فرق عن اليوم اللي قبله بألف أو 2000 حالة. اليوم حتى نكون دقيقين، يعني لحد إحصائية اليوم اللي هي من يوم أمس إلى منتصف اليوم، هي مجموع المتلقين للقاح 110,983. طبعا احنا كل نحتاج هذا لو البارحة واليوم هذا التراكمي نعم. لحد منتصف اليوم. طبعا تعرف الإحصائية نعم. هي اليوم السابق بالدرجة الأولى. طبعا نتأمل أن يكون أضعاف هذا العدد، لأن احنا طيب. مبدئيا طيب خلي أوضح نعم هذه النقطة. طبعاً. أولا، اللقاح مع شديد الأسف سبق بهجمة نعم. هجمة إعلامية مضللة للرأي العام، ومع الأسف بعض وسائل الإعلام استضافت بعض الأشخاص من داخل المؤسسة الطبية مع شديد الأسف، وبعضهم من خارجها أصلا شككوا باللقاح، شككوا باللقاحات، وهم نفسهم الذين كانوا يشككوا بالإجراءات الصحية. مو من حقهم؟ لا، ليس من حقهم. ليش؟ لا سيدي الكريم، ربما رأي علمي. لا، لم يكن أي رأي مستند لأي حقيقة علمية، وأنا مسؤول عما أقول، كلها اجتهادات شخصية ولأغراض يعني ذاتية، مجرد حب الشهرة أو لغرض التربح المادي الرخيص. تقريبا 20 دولة علقت اللقاح. نحن نعتمد على منظمة الصحة العالمية لحد الآن، وقبل قليل كان السيد مدير مكتب المنظمة في العراق أكد أنه لحد الآن المنظمة تعتمد هذا اللقاح، من ضمنها لقاح أسترازينيكا بالذات لحد هذه اللحظة هو معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية. بالمناسبة وزارة الصحة العراقية والحكومة العراقية لم تختر أسترازينيكا بالذات، احنا تعاقدنا من شهر أيلول شهر سبتمبر من العام الماضي مع تحالف الدول اللقاحات، مرفق كوفاكس الذي انبثق عن التحالف الدولي، وتعاقدنا على توريد 16 مليون جرعة من أي لقاح ستعتمده المنظمة لاحقا، واعتمد لقاح أسترازينيكا بشكل علمي.